هنروح نشوف معاكم اهم المنشطات اللي اتقالت عن النادي الاهلي لكن من مواقع الانترنت. موقع اليوم السابع، 5 وجوه جديده مرشحه للتالق في تشكيله الاهلي امام الترسانه. فيتو كارترون يفك حظر ناصر ماهر في الاهلي امام الترسانه. بوابه اخبار اليوم، الاهلي اغلقنا ملف مباراه الاتحاد ونفكر في الترسانه. بوابة الأهرام، الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الترسانة. موقع الشروق، محاضرة فنية للاعب الأهلي استعدادا لمباراة الترسانة. الوطن سبورت، محمد شريف لم نكن موفقين أمام الاتحاد والأهداف رزق من الله. موقع يلا كورة، معلول يغادر لتونس للخضوع للفحص الطبي مع منتخب بلاده. موقع صدى البلد، باسم علي يغيب عن الأهلي في مواجهة الترسانة في كأس مصر. موقع اليوم السابع، الأهلي يرفع مكافآت الفوز في دوري الأبطال لسبعة مليون وخمسمائة ألف جنيه. الموقع في الاسكواش في الأهلي في بطولتي شرم الشيخ وبلاك بول. بعثة سلة الأهلي تصل القاهرة قادمة من تنزانيا.